اتحكمت بالحصان محمد ليوم كامل عن طريق الريمون. كملوا الفيديو الاخير وشوفوا شو صار. خلصت شغل وهن الى من الصباح لهلا عم يحضروا. خليني اروح اقول لهم انه خلوني احضر. حسام محمد اعطوني الريمون احضر. ممنوع تحضري. روحي اشتغلي مع امي. احضر من الصباح لهلا عم تحضر. روحي العبي بالعاب. العبي بالعابك واشتغلي مع امك. روحي يلا اعطوني الريمون. ممنوع تحضري. يلا روحي. صار من الصباح عم يحضروا ما عم يخلوني احضر. خليني مثلا حسام محمد ما عم يحضروني. خليني افقص حسام محمد اوكي واتحكم فيه من يوم كامل. خليني خبيه مشان ما يشوفوا. معقوله هذا الريمون؟ اكيد. خليني جربه بكيف بيطلع منه منيح. محمد ارفع ايدك. هي مين رفع ايدي؟ مين هذا اللي رفع لك ايدك؟ ما بعرف. ما انا هذا اللي رفعت ايدي. ما بعرف مين. نزلي ما عم بقدر. ريحة الريمون سحرية. خليني اعمل له حسام. حسام ارفع ايدك. ايه شو صار ايدي؟ نزل لي اياها. ما عم بقدر. شو عم يصير؟ اوه ما بعرف. تعال انت حلوه انا بحبك. تعبت. شو بدنا نعمل هلا؟ ما بعرف. معقولة حدا عم يتحكم فينا؟ ما بعرف لو. هلا انت ام منكم لانكم ما عم بتحضروني. نسوا ايدكم واضربوا كفات على وشكم. شو هالحكي هذا؟ لا منو مزبوط هالحكي. لهيك عم تحكوا هذا بسبب اللي عم تحضروه على التلفزيون. عم تخيلكم الشيطان وبلا تعيطوا. انا عندي شغل مني فاضيت لكم. ماشي يلا احضروا. ما بدي اسمع صوت. بدي اخلص شغل. ايه وبلا كذب. يلا انا رايحه. عشان نحن ما نكذب. شوفت شي صار. انا شاهد. ما عملنا شي. وانا شاهد ما عملنا شي. بس ماما منهم صدقتنا. معقول في حدا عم يتحكم فينا؟ والله ما بعرف. خلينا احضر. الماما راحت. هلا بدي افقس واقول لهم يخربوا الكربيات. بصير ماما بتقول لهم انه هن خربوا الكربيات مع انا. خليني افقس. خربوا الكربيات عشان محمد. محمد شو عم يصير؟ هلا يا ماما لا تعيط علي. ليكو كيف عم يخرب الكربيات؟ ما بعرف. عم صعب يصير. والله ما بعرف. عم تخرب الكربيات. هلا ماما بدها تقتلها. محمد لا عم كيف؟ اللي والله ما خصني بعرف. ما عم بقدر رجعون. تعال عم تعال نرجع بسرعه.
احسن شيء. رجعوا شو عاملين بالصالون؟ لهيك مخربينهم؟ لكن مين؟ ما انتوا قاعدين بالصالون عم تحضروا؟ كنا قاعدين عم نحضر فجأة خربنا وما بعرف كيف عملنا هيك. لك شو انتوا عم تحكوا؟ من عقلكم عم تحكوا؟ ايدنا ما قصنا نحن. ما انتوا بتتحكموا بايدكم؟ شو صاير لكم؟ لا في شيء مش طبيعي. أنا. هيك؟ بحياتكم ما عملتوا بالبيت هيك؟ في حدا عم يتحكم فينا؟ لك مين بده يتحكم فيكم؟ من عقلكم عم تحكوا؟ طيب اختك ايمان وين؟ بعرف. يا الله ليه هيك عاملينه؟ معكم خمس دقايق تكونوا مرتبين كل شيء وبدكم تتعاقبوا. لا بلا لانه انا كمان اشتغل وانتم تخربوا حرام. يلا انا رايحه اشوف ايمان وين. يي ماما جاية هلا شو بدي اعمل؟ خليني اخبر ايمان وراي وانت خبي الصندوق. احسن شيء خليني اخبي هون وقول لماما انه عم نلعب انا وماشا. ماشا تعال نلعب سيسي 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 سيسي. وين مختفية ماما عم ببرم عليكي؟ عم بلعب مع ماشا. طيب ما شفتي اخواتك شو عملوا بالصالون؟ لا ما شفتهم شو عملوا. خربوا الصالون وكبوا المخدات كلها. قال شو قال هن ما عم يحسوا على حالهم وايديهم عم ترفع لوحد عم يضربوا كفوف لوحد. ما بعرف شو صاير معهم. عم بيكذبوا؟ اكيد عم بيكذبوا. اكيد لانه في حدا بيتحكم بإيدي؟ أكيد لا. يلا خليكي عم تلعبي أنت مع ماشا وأنا حفوت خلص شغل. أوكي. لأنه في شيء عم بيصير مع أخواتك مش طبيعي. عن جد شو عم بيصير معهم؟ يلا خليكي مع أختك وانتبهي عليا، أوكي ماما؟ إيه. ماما راحت. يلا. خليني أرجع أتحكم فيهم. خليكي ماشا هون، أوكي؟ حسام، بابا شو صاير؟ قوم جيب لنا كيس بطاطا ناكله. إجي هونين. جبت البطاطا. تفضل. بياكلوا بطاطا تشيب من دوني؟ هلا فرجينا. ستوب. يلا جمعتهم. جبتين كيس البطاطا. تعال يا باشا. انا مين من كيس البطاطا؟ تعال اكلهم بالاوضه انا وياك. عشان مسك الكيس لارجعهم مثل ما كانوا. رجعهم تحت. ايه وين كيس البطاطا؟ انت اللي اكلته. والله ما انا كانت واقف هيك. ماما ماما تعال شوفي شو صاير. ماما نعم نعم لهيك عم تعيطوا؟ شوفي قاعدين عم ناكل بطاطا فجاه هيك تجمدنا وحدا اخذ البطاطا منا. شو من عقلك عم تحكي محمد؟ أكيد واحد من كل أكل البطاطا. ما أنا كل البطاطا. يا أنت يا هو مين بدي أكل البطاطا؟ طب كيف بدنا نكب الكيس؟ لكن أنت عم تحكي مزبوط محمد، كيف بدك تجمد وحدا ياخذ يعني منكم؟ يعني أنا البطاطا أنا. ليكم ما في حدا بالبيت، ما في إلا أنتو. كان أنا هون البطاطا وين هي؟ ليكم كلهم عم تحلموا ماما. بكونوا خفيتوا شوي وحلمتوا. مستحيل مين بدي أرشدكم يوم، متأكدين أنتو إذا كنتوا عم تاكلوا بطاطا؟ لا لا مستحيل مستحيل. خلص يلا عدوا احضروا وحاجة تعيطوني، بدي خلص شغل قبل ما يجي ابوكم. شو عم بيصير فينا؟ انا عطشان. قوي مشروب. لا انا وياك نشرب. ماشي تعال نشرب. والله عطشنا. تعال يي عم بيشربوا ماي. هلا فرجيهم. حسام محمد كبوا على بعض ماي. حسام من الاكل اللي عليهم هاي كبت. لكو كيف عم تكبوا ماي؟ ليش من ماما؟ تعالي ماشا. لك شو هيدا؟ لك ليه كبين المي على حالكم وبالارض؟ لك محمد هذا هو ماما. نحن عم نشرب مي دغري كبين حالنا. لك شو عم بيصير معكم؟ هذا ايدنا هذي ايدنا. لك شو دخل ايدك حسام؟ انت بتتحكم بايدك. ما بعرف انتو شو صاير لكم اليوم. ما خصنا. لا لا انا بدي اعاقبكم. يلا روحوا غيروا ثيابكم. هلا معقول انا بعرف اني شغلي طليتوا لي الارض مي؟ ما عيب يا ماما؟ انتوا اولاد صغار؟ هلا انتوا اولاد صغار عم تتخانقوا هلا؟ مين يكب الثاني مي؟ لحنا كنا عم نشرب دغري كبينا حالنا. لا لا مستحيل مستحيل.
اشتغل المي انا؟ يا محمد ماما عاقبتنا وبدها تقتلنا، شو دخلي انا؟ وانا كمان ايمان من الصبح مختفيه. يا والله ابيك شو عم تعمل لهلا؟ لا قعدت معنا لا اجت لقاتنا، بابا شو عم تعمل؟ نقوم نشوفها؟ ايه تعال نقوم نشوفها. والله الريمون سحريه، خليتني اتحكم بحسام ومحمد. هلا هلا المول هلا احنا عملوا شيء ما بيعرفوه ماما عم تقتلوا. طلعت ايمان اللي عم تتحكم فينا؟ كل هذا العزوم ماما قتلتنا وكمان كبينا المي واخذت منا البطاطا. تعال تعال روح لحق انا حلا هي وانت خد برا مع الليمون. ايه ايه نتحكم فيها. ايمان ايش ماما بدي اياكي لحظة. Yeah.